بتاع شغل مالي يا عم؟ وادي الصبغ يا جماعة، الصبغ في الجليب، جليب الشيوخ. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك. بيعمل اساس رش اساس وبعد كده يصبغ. الله ينور. بسم الله الرحمن الرحيم. ده كده يا جماعه في حاله تشغيل الحمد لله والشكر لله. دورنا السياره وكله بقى تمام. لا لا ما يمسك كده. الصبغ خلص نعملها الحمد لله. دي سودة طبعا، دلوقتي هو مرشها. بسم الله ما شاء الله كله بقى تمام الحمد لله. شغل مظبوط، روعه 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 روعه، والله روعه. بسم الله ما شاء الله. شايفين الابواب اللي كانت متكسره؟ هذه الابواب اهي. طب انا احب اقفلها كده على السيارة تقفل؟ تقفل عادي، المراية جديدة. عادي نفتح. انا شغل شغل مظبوط، الشغل ما شاء الله. الله اكبر، ظبطت بتلمع وبقت زي الفل. تسلم يا محمد يا مصطفى، الله ينور. ده هندي يا جماعه، بس والله ايده ما شاء الله. في جليب الشيوخ ورا المطعم كناري. بسم الله ما شاء الله عليه بصراحه، ورخيص وسعره كويس واخر حلاوه. لو عايز تصبغ سيارتك او حاجه كلم الاستاذ سيد على طول. اظبط يا محمد، اظبط، اعملها بولش. اهي بعد ما يخلص اعمل بولش. مش النهارده البولش، مش النهارده يا السيد، ما ينفعش النهارده بولش في السياره. لما تاخد شمس يوم ولا اتنين ويرجع تعمل. هاجي معاك ونعمل. مين؟ في حد بخبط على الباب عم السيد بتاع العربية. ما شاء الله ما شاء الله. شفتوا الصبغ السريع؟ صبغ سريع ما شاء الله. ده في جليب الشيوخ، وايمن عرب يجيبك على طول على جليب الشيوخ والله، ونعمل لك اعلى شغل. بسم الله الرحمن الرحيم يا جماعة. خلاص الحمد لله كده في حالة تشطيب، خلصنا السيارة صبغناها الحمد لله. الله ينور يا معلم، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يا معلم مصطفى، معلم محمد مصطفى جليب الشيوخ، هذا وايد زين شغل والله، ما شاء الله ما شاء الله. الله يعطيك العافية، الله يعطيك العافية ما شاء الله. شغل مظبوط 100%. طريقة الصبغ في الجليب يا اولاد، جليب الشيوخ، عربيات بيصبغوا العربيات يرشوها ويدهنوها عند البيوت. والله عند البيوت يعني في الشارع، في قلب الشارع. ما شاء الله ما شاء الله. شفتوا الصبغ السريع؟ صبغ سريع ما شاء الله. ده في جليب الشيوخ، وايمن عرب يجيبك على طول على جليب الشيوخ والله، ونعمل لك اعلى شغل.